يعني لماذا تحمل كلمة معنى؟ صديقي وأخي سليمان، أحييك عاليا من مدينة يعني الأبطال ومدينة المجد، مدينة العرائش الحبيبة والعزيزة على كل المغاربة. أحييك أخي سليمان قبل ما نطرق للموضوع، وأقول لك أنك لست وحدك، لست وحدك سليمان. المغاربة شرقا وجنوبا وغربا يعيشون ما تعيشونه من محنة، ولكن كما يقولون العين بصيرة واليد قصيرة. لقد استقووا عنا واستفردوا بنا الواحد تلو الآخر. فتحية لك سليمان، وتأكد أنك شامخ، وتأكد أن صورتك بلية، وأنه مهما فعلوا فأنت في ذاكرتنا وفي قلوبنا. تحية كذلك لجميع المعتقدين، عمر وتوفيق ومعتقلي الريف والمعتقلين الحقوقيين السي مديبي والسي السدراوي وكل المعتقلين السياسيين في السجون المغربية. اسمحوا لي أيضا أن أتوجه بتحية خاصة و يعني حارة جدا 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 لأطفال المعتقلين وأمهاتهم وزوجاتهم وإخوتهم وآبائهم. فأنا كنت سجين رأي كما تعلمون، وكنت شاهد عيان على ما تعانيه أسر المعتقلين. فالناس يعتبرون أنه وحده المعتقل من يكابد، ربما محنة أسرة المعتقل هي أقصى. ولهذا أحيي عاليا أطفال المعتقلين وزوجاتهم وأمهاتهم وأبائهم، وتحية لأسرة الرسولي الحاضرة هنا طبعا، وتحية لفرع جمعية المغرب الحسان، وأعتقد مهم الإخوة الآخرون اللي معهم، لا أعرف يعني حسب علمي الجمعية المغربية. تحية ساكنة العريش، سبق لي أن كنت ضيفا على هذه المدينة الفاضلة، وحظيت بحبها واحترامها وتقديرها. ولا أخفيكم سرا، والله شهيد على ما أقول، أكل لساكنة العرائش تقديرا كبيرا جدا جدا جدا، لأنهم دائما كانوا يحفوني بعناية وبحب، وكانت تصلني أصداء هذه المدينة الحبيبة وأنا في السجن. مدينة اللي احتضنت ندوة واحتضنت يعني نقاشات، وكان هناك العديد من المناضلين والوجوه. العرائش مدينة الفضلاء، كنحب هذه المدينة بزاف. الإنسان من تيكون في المحنة وفي البير عاد كيبقى يقدر معادن الرجال ومواقف الناس. ربما الإنسان من تيكون في وضع طبيعي ما تيحش، من تيكون بنادم في المحنة إما في الصحة أو الحبس، الله يجزيكم جميعا منهم. فالإنسان فمن تيوقف معاه شي واحد ما تينساهش. فأولا ما نكذبش عليكم، كنشوفوا الظروف اللي كنشتغلوا فيها. بحال دابا اليوم المداخلة ديالي باش نكون معكم واقعي، غنحاول نشارككم بشكل يعني ارتجالي وعفوي. أولا شفتوا الظروف البارح من تما عند الولاية الأمن، اليوم تقريبا شي 7 السوايع ولا من 9 الصباح حتى حنا كنستمعوا للسادة بشرى بخصوص ما تعرضت له أمس، شي 7 السوايع ديال الاستماع ولا 6، فباش تصوروا كذا. ولكن مع ذلك الحمد لله قلوب. بخصوص على الدبابات قبيلة غادي نقول واحد الفكرة، فكرني كان معي واحد السجين في الكور، مبغاش نسالي واحد المشهد أكبر يا ربي ما تنبغيش نسميهم مجرمين، واحد السيد خطير وقلده كلشي تيخاف من الوصعيب بزاف، تيشرب بزاف والرعب تيخلق، وأنا كنت أعز إنسان عنده تيحمق عليا، يا ويلي شي واحد يضرب على المنداو وهو كان وقع. قال لي واحد النهار مسكين، قال لي شوف، قال لي شي داك الميكا كيضرب بالميكا، تعرفوا هما الميكا داك السيليزيون، قال لي كيضرب بالميكا والله ما يبلغ على هادشي.
بغيت الزريات تاعي هو اختاز الدبابات كيما حنا كنضحكوا عليها، هو وصفها لي بهذه الطريقه، قال لي واخا يكون عنده الميكا يعني على بال هذه قمه ديال مع كامل الاسف. سليمان غادي نتناولوا من زاويه، اولا اعتقد هذا هو السؤال الجوهري، واش حنا ظالمين ولا مظلومين؟ واش حنا غا قررنا نفلتوا من القانون؟ واش حنا عا سليمان زوين وعز علينا وما بغيناش ينفذ عقوبه؟ واش حنا خارجين على القانون؟ حيت هذا السؤال جوهري. ولا بصح ملي كنقولوا سليمان مظلوم راه مظلوم، حنا ما واقفينش مع سليمان حيت خونا ولا حيت حبيبنا ولا حيت هو صحفي ولا حيت كيكتب مزيان المقالات ولا حيت راه بصح يقدر يكون واحد الانسان كيكتب مقالات مزعجه وكتنتقد رجال السلطه ولكن يقدر يقع في المحظور يقدر يدير الفاطه. فحنا على الخصوم ديال سليمان كنواجهوا هذا الاشكال، تيقول لك وانتم سيدي يا سليمان لا داير، حنا ما كنقولهمش داير ولا ما دايرش، علاش؟ كنحترموا القضاء او ما يسمى بالحقيقه القضائيه، لان احكام القضاء هي عنوان الحقيقه. بعض واحد يقول لك المهداوي انت الدبابات وكذا باقي كتقول لنا احكام، واش غنقول ما بقاش القضاء حيت انا تحكمت بالدبابات؟ هل يستقيم هذا القول؟ ما يمكن لكش، راه كتضرب وتقيس ماشي معناها كتخاف، كتعرف راك واحد البنيه فبعض المرات كنتألم، كنتألم ملي كنلقى الناس بعض الناس مازال ما تمكنوش من ادوات الصراع، ما فهموش فين حنا كعايشين، واخا الدروس قدامهم كلشي كيشوف البلاد كي غاده، وكلشي كيعرف موازين القوى كي دايره، وكلشي كيشوف، وكاين شي واحد تيبغي يقول لك لا في هاد الظروف اللي دايره هكا قول هكا باش تسد، وزعما راه انت خواف. خليتي سيما ما عرفتش انت كضحك الورق عمو في فالاخوان هذا السؤال جوهري، لان الناس كيعتبروا سليمان غير بغينا نوقفوا معاه، لا هذا سؤال مهم خصنا نشرحوا من الناحيه القانونيه، واش سليمان ظالم ولا مظلوم؟ او لا واحد مفترضوا كاع اللي دار يضرب على الطعام يخرج حيت كيقولوا لنا هذا ضرب، واخا انا غندير واحد النقاش مع احترامي للقضاء ما تنقولهاش بالبوليميك، ولكن انا صحفي عندي حق نبدي رايي وعندي تكوين قانوني شي شويه، قريت شي شويه القانون، نبغي نشارككم في هذا الشيء اللي كنفهم في القانون، وهذا لا يعني انني ساحل محل القاضي، القاضي هو اللي غيقول لنا الحقيقه، ولكن غنشارككم داكشي اللي كنفهم في القانون. القانون فيه مستويات، لان غنحاول في هذه المداخله ديالي المتواضعه الناحيه القانونيه نعرفوا واش حنا واقفين مع واحد الشخص ظلم ولا مظلوم. والسؤال الثاني واللي مهم كذلك، واش حنا في ظل واحد المرحله سياسيه كلشي كيجمع بانها ماشي مرحله عاديه، كلكم كتعرفوا شنو الواقع المغرب دابا، السلطات في مواجهه أكثر من جهة، وغنجاوب على واحد السؤال، واش مصلحتنا الصحفيين يكونوا في الحبس دابا؟ والسؤال الثالث ومرتبط به، واش غير كانت عندنا مرحلة دقيقة نخرجوا الصحافة ولا نخرجوا الكلش؟ أنا نحاول نجاوبكم، طبعا ما كنقولوش اليقين، كاين داكشي اللي كنفهم. بخصوص الجانب القانوني، كتعرفوا القانون فيه مستويات، كاين القانون التجاري، كاين القانون الإداري، كاين القانون المدني، كاين عدد، وكاين ما يسمى اللي كيعنينا في هذه النازلة هو القانون الجنائي. وهذه القوانين المادية والتجارية والجنائي كل مادة، المادة الجنائية عندها طريقة وسائل إثبات، ملي كنمشيو للدعوة كريتي لي الدار وقريت لك الدار وكنمشيو مثلا للقانون المدني كاينة واحد وسائل الإثبات، الشهادة للخاصم الإنكار كذا كذا القرائن. القانون التجاري عنده وسائل إثبات ديالو إكسيتيرا. حنا في القانون الجنائي المشرع المغربي شنو قال؟ كيقول ما لزمش القاضي، ما لزموش قال له ها انت لا ما لقيتيش هادي ما تشدش هذا في الحبس، لا تيقول لك سيدي بان القاضي باش يشد واحد خينا في الحبس ولا يحكم عليه بالغرامه ولا كذا هو حر في تكوين قناعته، اي وسيله اثبات يمكن يستعملها. وهذا خطمه، هذا اشكال، انا عند حميد المداوي، لان هنا كيدخل الشيطان التفاصيل، لحقاش انا قلت ربما ملي كنت في الحلقه ديالي المتواضعه كنت كنقولها مع كامل الاسف ما لقيتش المغاربه يحولوها المعركه. الناس يقول لك راه حنا مشكلتنا نخدموا على معارك، على معارك نجمعوا عليها في اطار الجسم، ولكن مع كامل الاسف كتلقى نجبدوا لها بلاستيك ونشدوا الهضره الغليظه، ولا ما قلتيش الهضره الغليظه سوق خاوي، راه تقدر دير معركه بكلام معقول وتكون عندها صدى وتربح فيها والبلاد كتطور. خاصك دابا بعض المرات انا كنقول انا كنحسوا الناس الدوله كيعرفوني، قسما بالله اللي كنقول اخطر كلام وفي اطار الدستور في اطار القانون، ولكن خص الفنانين يفهموا كاين واحد الناس خصك تقلقل تقول الكلام الغليظ
وتشير على فلان وفلان عاد راه كدير وراه ما كيعطي والو. راه خصك كيفاش تبني وتعرف الارض واش الماء تحتها ولا ماشي تحتها، واش كاين شي بير، واش دايز الواد الحار تحت الساس، راه باش تبني راه صعيب. لهذا ملي كنت كنقول انا كاين ازمه في المغرب، انا باقي كنقولها ازمه سلطه الملائمه عند النيابه العامه وازمه السلطه التقديريه عند القاضي اللي كيصدر الحكم. سلطه الملائمه هو ان النيابه العامه هي اللي كدير كتلاقى هذا نشدوه هذا ما نشدوش على حساب الظروف على حساب كذا، ما مقيدهاش. تقدر النيابه العامه نجيب لك جوج ديال الناس دايرين جوج ديال الافعال، هذا دارت المتابعه بحال اعتقال، هذا دارت المتابعه بحال صراحه، نفس الفعل جرمي نفس، واحيانا اخطر. كتلقى واحد مرونها يلا واحد مغتصب، انا نعطيهم انا واحد مغتصب ومزور. ما تلاحظوا عباره الاغتصاب وماشي اغتصاب قال فلان، نو 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 نو، عندنا الاغتصاب بالخبره الطبيه بالجهد اللي بغيت، وعندنا تزوير بدليل، وعندنا احكام قضائيه 10 سنوات في 10 سنوات في 10 سنوات ويتابعونا بحال صراحه. وواحد التدويله قالها واحد الشخص من حقه يمشي للقضاء، ولكن ديك التدويله غير مسنوده لا بشهاده ولا بمحضر معاينه ولا ب يعني فيديو ولا بشهود ولا باعتراف، لان وان كنا كنقولوا في الماده الجنائيه كنعتمدوا على اربعه ديال الحوايج وهذا في قانون المسطره الجنائيه التفسير ديالو ديال وزاره العدل، راه كاين تفسير كتقول لك كاين اربعه الحوايج من حيث المبدا، يا اما كيكون الشهود. هاد السيده لو انا ضربت هاد السيد ما يمكنلكش تديري الحبس الا بناء على اربعه لواء، يا اما خص يجيو شهود واحد اربعه ولا خمسه، خاصهم يكونوا شافوني ضربته، ضرب شافوني ضربته اياش هذا وهذا، وتكون الشهادات ديالهم متناغمه منسجمه، وما يكونش عنصر ديال الجريح فايت انا عندي معاهم خصومه لا، ويكونوا عاقلين ويكونوا كذا وكذا وكذا، هادو الشهود والقاضي. وعاد عندنا مشكل خطير في المغرب، لا يلزم هاد الشيء شي شهود تجيب 20 ثوم، شي دابا شحال ثوم 100، تصوروا عندنا اشكال في القضاء، كنقول السلطه تقريبا دابا انتم شحال هنا 100، غتشوفوا لي دابا ضربت هذا وعيط لكم القاضي، غيقول له كلكم اللي ضربناه، ولكن تيقول لك ما كيلزموش المشرع ياخذ شهادته، وقدر ياخذ شهادتك انت بوحدك، هذا اشكال، ما هذا تقول السلطه التقديريه، كاين واحد الماده 422 اعتقد، يخول الرئيس السلطه التقديريه بمقتضاها يمكن ان يتخذ اي قرار، كاين واحد العباره بما ينسجم واجب الوقار والشرف. احنا بشر نفس اماره بالسوء، والانسان كيضعف والانسان كيغلط والانسان، لهذا كنا كنقولوا فاما شهود كتقولوا انتم شفنا حميد المهداوي ضرب هذا هذه وسيله اثبات، شوف اما الاعتراف وهو اقوى، تنقولوا سيد ادله انا خاص يكون نقول اما تصريح قضائي قدام القضاء اما في محضر ديال الشرطه، اذا كان عند جنحه فكيكون عنده حجيه لا يطعن فيه الا بالزور الا بوسائل ضد، كان في الجنايات تيقول لك حقا من باب استئناس داك الشيء كاين المحاضر، ولكن هذا اشكال اخر. القاضي ملي ما لقاش هذا الشيء اش كيولي كيدير لك؟ وقعت لنا حنا في الرياضه، تيولي يجيب لك شي قرار محكمه النقد، وخا القانون الجنائي ما سمعوش وما عاونوش، تيقول كاين واحد قرار محكمه النقد، وحيث انه يمكن دابا حنا تيقول لك هذوك البيانات اللي كيديروا الشرطه بخصوص الجنايات عن باب استئناس، هذا الشيء الجنايه مثل سليمان غير من باب استئناس، وان القاضي يحكم بما يرى جاء امامه داك الشيء اللي سمعوه في الجلسه. ولكن مثلا في الريافه جاو قالوا ما درناش، وقالوا في الاخر شنو كيقول لك الرئيس؟ يقول لك لا، واخا دوك المحاضر طعنوا فيهم وكذا، وراه كاين واحد القرار في محكمه النقد فايت سبق وكيقول لي حجه عليه، اذا واش غنتبعوا القانون المسطره الجنائيه ولا غنتبعوا مثلا القرار ديال المحكمه؟ هذا هو التعدد ديال المصادر كي فيه اشكال، فدائما ديك البلا اللي علاش كنقولوا واضع القانون كيحط واحد التقيبه من يدوز عمرك تشدو، لان في الدول اللي كتكون فيها يعني الظلم ولا التخلف دائما المشرع كيخلي واحد الثغرات قانونيه امام كل زحف اجتماعي ولا كذا باش كيولي يضبط عمرك ما تشدو. هذا اشكال كاينه حنا كنعانيو منه، فما كاينش وضوح في التشريع حقيقي وحقيقي جدا، ونقول لكم غير بزاف الحوايج. وكاين اشكال اخر يقدر النص القانوني هو واضح حسين، مثلا الزفزافي ولا توفيق بو 20 نموذج، عندك الماده 547 كتقول لك واحد الشخص اذا كان معتقل اجل 3 شهور خص محكمه النقد تثبت فيه، اذا كان معتقل شحال هذه باش دار نقد التوفيق وهذا، وعلي كنعرفوا خلي الحق العامي ما كنعرفوش بالالاف،
ايوا الا كنا كنحترموا القواعد، الا كنا كنشدوا سليمان في الحبس بناء على انه خالف قواعد حسب هضرتهم، خاصنا كنقول مبدا دستوري في الصلاه مساواه المغاربه من القانون. فانا كيفاش كنشوف محكمه النقد عندي نص خاصك تثبت لي في توفيق، الا بغيتي تقول لي نمشي محاكمات سياسيه شنو كنتسناو نتحلوا بشي طرق؟ قال لي نتسناو براكته، اذا انت خصنا محكمه النقد مع كل احترام ليها انا عندي نص، والا حل لي ذاك النص باش ما نعيش انا الدوخه والعبث، ما طلبش مني نحترمك ونضبط لك القواعد القانونيه وقلت لك ما كتحترمش القاعده. الا عندك اشكال الموارد البشريه والملفات بزاف ماشي مشكله المواطن المغربي. هذه مشكلتكم في التشغيل وكذا وفي التوظيف القضاة والنيابة العامة. ولكن ماشي احنا ملي ما دايرين والو كتوقف عليا الاسم كذا والقانون خالفتي. كنقول لك اش انا ما نقول لك ها هي عندي اذا كان الشخص معتقل المادة 546 ما فيهاش نص خاص الشخص يتحكم في اجل 3 شهور. هاي داز شهور وشهور وشهور. هذه عطيتكم غير وحدة. ومني كنقولوا القواعد القانونية مخالفتها ما تبقاش فيها معارض ومتفق ومع النظام ولا ضده. اي واحد هنا خصو ينتفض على حرمه القاعده القانونيه، حيت ملي كنحترموا القواعد القانونيه كلنا كنضمنوا عيشنا كلنا وكنضمنوا حمايه ممتلكاتنا وحمايه ارواحنا واستقرار بلادنا. مشاتنا القواعد القانونيه مشات، لان شنو وظيفه ديال القاعده القانونيه؟ هي قاعده اجتماعيه وقاعده سلوك وقاعده ملزمه وقاعده عموميه وقاعده مجرده. ملي كنحطوا القوانين شنو وظيفه القواعد؟ باش تنظم العيش التعايش بيناتنا، حيت مشات القواعد غيولي شي كل شيء. المجتمع البشري حطت القواعد القانونيه غير باش تنظم العيش، حيت الا ما كانش القواعد انا غندير هذه دارها وغناخذ لك انت طوموبيلتك وولدك ومرتك، ولكن القواعد القانونيه اللي كتضمن لنا التعايش والصبر. اذا هذه القواعد احترمها سليمان والمهداوي وعمر والقضاة. انا جبت لكم هذه النقطه في اطار هذا الفعل، دونك باش نكملوا النقاش ديال سليمان من الناحيه القانونيه، واش سليمان غلط ولا ما غلطش؟ اذا قلت بانه كاين اشكال، عندك ماده راه واحد اللخبطه عندنا عند المشرع خطيره جدا. إذا مشيتي للمادة 287 تيقول لك لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة وناقشة حضوريا وشفهيا. لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها، هذا المشرع تيقول لك لا يمكن سيدي المحكمة أن تبني. هنا تيقول لك المحكمة شكون؟ سواء محكمة جنحية ولا محكمة جنايات. المشرع ما قالش هذه وهذه. هانتوما الإشكال، لا يمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة وناقشة حضوريا وشفهيا. أش كيديروا دابا القضاة؟ تبعوا لي الخوت أش اللي كنكون في غاية الأمل. كيجي واحد المتهم تيقول له السيد الرئيس هذاك الشيء اللي في المحضر راه انا ما قلتوش، انا ما قلتوش، راه غير قالوا لي وقالوا لي. تيقولوا لا سيدي عندك ما مطعن باش تثبت العكس، باش يثبت العكس سيدي ما عندوش كاميرا وسط المخفر الشرطه ما عندو حتى حاجه. تيقولوا ما يمكنش اهو خصك لاحظوا معايا. اذا تيقول له حق المحضر عنده الحجيه، راه باغي انت كتقول هذا الشيء ما قلتيش واثبت لي. واش كاين شي شهود تيكونوا في لحظه الاستماع؟ ما تيكونوش. واش كاين شي كاميرات؟ ولكن الكاميرا تقدر تحضر واحد اللحظه من عندكم بحال ديك عفاف برنامج جات الكاميرا. ملي بغاو الكاميرا ديال واحد البنت جات، موقع نجيب الكاميرا في مرشطات ليها اشكال اخر، واحد جبنا له الكاميرا طعن في المعنى، واحد ما جبنالوش. اذا من غنجيب انا ديك البنت هذاك المحضر غنقول له غيقول لي القاضي خويا وانت المحضر هذا الشيء اللي كاين انا انت سالم عندك واخا مزيان. كاين اشكال اخر. كدير انت هضره زوينه في المحضر وساني فيه وغزال المحضر اللي فائت. كيدوز لك هذه الماده اللي قريتكم قبيله. لا يمكن المحكمة أن تبني مقررة إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة، نسى المحضر، المحكمة كتبني على داك الشيء اللي راش قدامها. واش فهمتوا الإشكال؟ إلا كان المحضر ضدك. آه سيدي اللي راش قدامي. كان المحضر كذا ولا راه عنده واش بث لي. هذه إشكالات أنا ما بغيتش ندخلكم لأنه الشريعة موسكي في المغرب بما تحمل الكلمة، وأنا عشت معاناة ما باش نهضرش على راسي حيت عرفت الشريعة يدمج العقوبات يجي شي وقت ما يقولش ما داويش يهضر على راسو. رجعوا لسليمان. هذه الإشكال ديال سليمان منين انا تبني مع احترام كنقول القضاة منين تبنيناه انا ماشي شي واحد انا وقسما بالله الاخوان الا كنحترموا هذه البلاد والقواعد القانونيه ما نقبلش شي واحد. ولكن ملف سليمان قريته وقريت قرار الاحاله ديال قضيه التحقيق قريته مزيان وفليتو. انا كصحفي لم اقتنع الاخوان تنعتبر داك السيد مشدود الظلم وعفوان. هذه قناعه تكونت عندي انا رجل قانون ماشي كنلعب راه كنقرا. والسيد كي قريت داك السيد اللي كيشتكي بعو سليمان تيقول الهضره وانا نقيدها تيقول الهضره ماشي نفس الهضره. الا بديتي معاه من الاول كلامه كامل مخربط مع احترامي له الحق يشكي. ولكن كنقول لك انا كواحد صحفي شفت واش نسى شغلو هذاك، واش كيقول كلامه كينسى شغلو هذاك ما كيهمنيش. انا سيدي ما نتهموش نقولوا حق اخر لا 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 احترام للناس وتر. ولكن كصحفي عندي حق التنوير وحق هذا شفت من القضيه في راي عام قريت له كلامه تلقى هنا كلام ما بعد تيقول كلام اخر واحد.
جوج سليمان شنو قلنا؟ قلنا ركن، قلنا اركان التلبو شنو هي؟ إيه عندنا الاعتراف. درت اسيدي ضربت انا هذا السيد صافي سلام علي القاضي عندي الاعتراف، هذا كيسمى تلبس، تلبست بالاعتراف. تلبس الاخر كيكون عن طريق ماذا؟ شهود، الناس شفنا هذا تلبس على اثر جريمه، كيقول لك اثناء ماده 56 او ديك اللحظه تابع بصياح الجمهور، مطارد بصياح الجمهور، كيقول ديك اللحظه بقى شد شد شد، هذاك تلبس. التلبس الاخر شنو هو؟ هو محاضر الشرطه معاين، جاو الشرطه انتقلوا لعين المكان وعاينوا وشافوا وكيكتبوا، هذا تلبس. واخا انت ما تكونش شافوا الدم، شافوا كذا، شافوا الجنويه، شافوا، وعاد كيعجبوا ديك الوسائل الجنويه وكذا، وكيعرضوا على خبراء وكذا وكذا. وهذا اشكال اخر. لبشي 24 ها الخبره، تصور ماده ما فيهاش الخبره، ها هو الفعل، وداخل انت لغرفه الجنايات، والحكم كيوصل 30 عام. ومسألة بسيطة، والسيد ما سنالكش في المحضر ديك اللحظة، ما سنالكش على المحضر ديال التفتيش، بمعنى أنت كضابط الشرطة، هاد السيد اللي دابا حسيت دخل من الدار، وكاين جريمة شي واحد طايح هنا، وأنا مول الدار، سكينة عندنا بطانة طايحة، وأنا قلت لك قلت لي غنفتش لك الدار، قلت لك لا السيد الشرطة أنا ما عندي علاقة بهذا السيد. وهاد الكاميرا هادي مصورة اللحظة اللي كنت كنقتل داك السيد كان خرقوه في ذاك البيت. وأنا قلت لك لا ما عندي علاقة بهاد الكاميرا. بالله عليك واش شفت البصمات ولا لا؟ هو ماشي انا اللي درت داكشي كان نديرو لها، ولكن الخبره غتسكتني ماشي انت، هاد البصمه ديال هذا العلم. سؤال، علاش ما بغيتيش تهز انت البصمه؟ غلطتي نسيتي شنو؟ ما حقناش نثابت. نفس العمليه بسليمان، مع كل احترام ركن ديال الاعتراف سليمان في طيله اطوار التحقيق ما عندي علاقه بهذا السيد ما درش، اذا ها ركن ديال التلبس ما كاينش ديال الاعتراف. ما عندناش شهود ضد سليمان. شفت هاد السيد دخل هاد السيد البيت وسد عليه وسمعت صراخ ديال السيد من البيت، واخا يكون غير واحد ما كايناش، ما كاينش شي شهيد في سليمان في الميف، اذا ما عندوش اعتراف سليمان، سليمان ما عندوش شهود. اكثر من هذا ان الشهود اللي في صالحه ما قبلوهمش. على واش تقلب على الحقيقه دابا ولا واش كتقلب؟ ما بغيتيش ما كاينش شهود اللي ضده وشهود اللي فائدته بعتيهم. سؤال، واخا القضاء من حقه يبيع، وهذا مشكل يبيع، انا واش حنا كرأي عام مغربي ملي كنحقوا العداله ولا كنزجروا الاشخاص لفائده من؟ هاد السيد هذا ضرب المهداوي سرقه اليوم ما خلقش منك ما صحيتش لك عندي وعندي اصبر قبيله انت ضربت جهه لا لا ضربوا ضربوا جهه دونك دونك انا كنحاول الاخوان ربما غير باش نكون موفق، حيت الاشكال النقاش القانوني بعض المرات يكون ممل، ولكن كنحاول نبسطو لان القاعده القانونيه قاعده جافه، فكنحاول نتمنى اذا كنت الا شي فكره ما وضحتش هي كنتواصلوا. فقلت الركن ديال الاعتراف، ركن ديال الشهود، والشهود ديال سليمان ما تقبلوش الخادمه. هو ذاك الشخص يقول لك لقيت الخادمه، واش قالها ولا ما قالهاش؟ ما قالهاش سليمان، قالها هو. الشهود ديالو. الشهود ديالو جيب له الخادمه. حيت الخادمة من غيدخلوا للبيت، الخادمة فاش غادي نفعلها سليمان؟ غاتقول لي ذاك البيت واش عندو السقطة ولا ما عندوش؟ حقا السيد قال له السقطة كاين والباب ما عندوش، شكون اللي أحسن من هذا النقاش؟ والدي راه خدامة في الدار، كتعرف هذا البيت والبيزاكرا والصباغة كحلة والندوي وكل شيء. أنت كتبحت على الحقيقة كقاضي، أي بيست ما تقطعوش، أي بيست، أي تقيبة. شي جار اللي كنقول لك نبحثوا على الحقائق، الجار واللي في الباب والفراخ نسولوهم. لا جاوبونا، حيت راحوا علينا الناس هادشي. انت دابا واحد السيدة كتقول انت المشتكي كانت الخادمة، كنمشي انا كمشتكي تقول لك اش الاستاذ راه ما كان ما درت لهذا السيد والو، واخا قال هو الخادم ماشي بالخادم، علاش كتستبعد الخادمة؟ ما بغيتش نقول مما يخافون من الخادمة احتراما، ولكن اذا ركن الاعتراف ما كاينش. لاحظوا قلنا اربعة الاركان ديال التلبس، كاين الاعتراف ولاحظوا معايا والشهود ومحاضر الشرطة والخبرة. هذه وزارة العدل كتشرح وسائل ديال الاثبات في الماده الجنائيه، ورغم ان كنقولوا في الماده الجنائيه اسيدي يدود قضاء طوله ياخذ وسائل الاثبات اللي بغات، ولكن طرق نضرب على اسمه عاد ندوز لحوايج اخرى. اذا ما عندوش اعتراف سليمان، طيله مراحل التحقيق، واحد، جوج، ما كاينش شهود ضده، ثلاثه، من داخل الشهود اللي صالحوا بعدوه، نزيدوا شنو هي قاتل؟ كاوش كاين شي محضر الشرطه مشاو وعاينوا؟ اسمحوا لي على هذا المصطلح، حنا دابا كناقشوا قانون ولا حياه، واش هزوا تما مثلا شي ماده ودارت الخبره وتبتت شي تواصل جنسي؟ واش كاين شي اثار ديال الجسم مثلا خبره على جسم واحد الضفيرتين واحد السيد ولا كذا؟ واش كاين شي خبره مثلا ديال شي كاميرا صورت؟ واش انا بغيت شي ماده تقودنا؟ ها؟ يعني ما كاين كاميرا، ما كاين اثار ديال الجريمه، كنقولوا حتى اللي تخاص
اثار الجريمه تيكون عندها اطراس اثار ديالها. جريمه اي جريمه خص يكون عندها اثار، اثار تيقولوا شهود تيكون زين. اذا هذه الجريمه شنو هي اثارها؟ شنو خلفت باش حنا نقولوا؟ بون عنده واحد المكالمه مثلا قال له نقدر انا نقول لك عزيزي ولا خويا يقول هذيك لوغتي، ولكن هل تولد يقين؟ تيقول لك الدليل قاعده قانونيه الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال فسد به الاستدلال. الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال فسد به الاستدلال. يقدر هذه عزيزي هذا واش هذا دليل؟ هو دليل هو كنقول لك واخا تيقول لك هذاك السيد سجلو قال لك خرجت وسجلتو باش مزيان. انا نقول لكم على فكره الاخوان وانتم حكموا بيناتنا ما كان غير وراك شي واحد. الو ماشي حشومه عليك داكشي اللي درتي معايا قبيله وهذا سلوك هذا دخلت عندك وثقت فيك وفي الاخر عيب الله عليك وثقت فيك ها واش هذا ويقول الاخر لا راه ما قصدتش ساعات ولا وراه جاتني لحظه هي جات وانا مريض مثلا هذه غنقول نعم ياك انت قلت لي صيدتيه بالتليفون واعطيني بحال هذه وانا نعيطو راه نقول له اجي ماشي عيب الله عليك شتاكنا الطعام وثقت فيك ودخلت عندك باش نديرو وفي الاخر تعتدي عليا يا غدا يا لا واش يقول لا راه ما قصدتش ساعات ولا صح يقول شي حاجه هذا دليل بون انا ما نقيموش عزيزي ولا اخي ولا شوف السياق بس نعدنا الحديث نبوي قاضيان في النار وقاضي في الجنة. الناس ما كيقدروش قيمة الحرية الناس ما كيقدروش قيمة الحرية. انا كنت سجين اخوتي مهما عرفتو نتوما السجن وسمعتو عليه الله ما تعرفو عادي كيعيشو الله خاصة لك المظلوم. الام 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 الملائكة والله عز وجل فظيع داكشي عبد الله فظيع جدا. بعيد الكبير وشي عيد الكبير اخر يدور عليك ونهار تصبح نهار رمضان كتاكل بوحدك تحس بالقهرة ديال الكون. كنت كنفطر بحال هكا شحال من مرة اقسم لكم بالله العلي العظيم يا ما كنكمل الفطور كنحس كنقول واش انا بلادن واش درت عرفتي قسوة تاكل في رمضان بوحدك تبقى تفطر لان رمضان عنده واحد ثقافتنا واخا تكون اسرة بواك وتصور انت كتفطر بحال هكا كنتفكر كنلقى نرسم راه مرتي راه ولادي كيفطروا بوحدهم عليا كيفاش كتهبط لهم وملي كيبقى خلايا لي كنحبس الماكلة وانا عارف سليمان كيديرها دابا وانا متاكد كيديرها اي واحد عنده وليدات. فالناس راه خصهم يحسوا بهذا الشيء يا عباد الله كيفاش بنادم كيجي كتشدو واش حنا غندافعوا على سليمان ظالم راه سمعنا الميف وتبعناه عطيني شهود عطيني اعتراف ديالو عطيني المشاكي كلامهم داك داك قال لي اليوم خضره 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 قال لي اثنين خضره وثلاث خضره وربع خضره وجمع ولكن تقول لي نهار اثنين خضره ونهار ثلاث حمراء ونهار اربع بيضاء واخويا اسمحني نقول لك نزيدكم نقطه اخرى وهذه كتقلقني بزاف. هذا قاضي التحقيق اللي حقق مع سليمان من جبد سميتو هو نفسه جابو لي وتصور تستنى داوي داز عدو وكاين عاهو وداز عدو سليمان ما كاين باس انا ما نشك فيه ما اش كيقولوا اش كيقولوا فواحد لابارتي قرار الاحاله اللي قريته انا ديال سليمان حيت عندي انا نفس العباره قالها لي قال لك انا ما عندناش انا ما متاكدش يعني ما مطلوبش مني نتاكد واش دار سليمان لا انا يكفي قيام غير يبان لي انا كذا نعتقد وراه القضاء الموضوع اللي غيمشي عند سليمان هو اللي غيقول دار ولا ما دارش. اش عاود تكون قبيله التقابي التقابي اللي كيدوز منهم كان هات ثقبه اخرى ثاني في القناه انا دابا المشرع عاطي بقى تخيق نلعب انا ما شقتليش ما شي مشكل يبقى عام عامين اربع سنين قتل سنين كاع قتل سنين عرفت شنو ثلاث سنين تصور ثلاث سنين بحرمان ديال حرمان ديال الاولاد والجنس والماكله ثلاث سنين وثلاث سنين تفوض على الشركه انا ما مقتنعش ثلاث سنين خليت تمشي بعد ثلاث سنين عند القضاء الموضوع هو يقول لنا واش داير ولا ما دايرش هل يقبل عقل كنقولوا في الصحافه لو بونسونس المنطق السليم هل يقبل عقل هذه الفكره هي انت راك بالي واخا نقول لكم واحد الحلوه اخرى هذه هي انا بالي ياك في الماده الاولى من قانون المسطره الجنائيه كيقول لي قانون الماده الاولى في القانون المسطره الجنائيه الكل متهم حتى تثبت ادانته بحكم حائز لقوه الشيء المقدم مزيان تيقول لي الفصل 23 في الدستور مزيان كيقول لي الفصل 120 في الدستور مزيان واش يسول انت كتقول انا بالي وباقي ما دايرش وانت في نظرنا بالي وغنسولك واحد السؤال وهذا اللي يمد نهائيا وسال معه الحكم الابتدائي وحكم الاستئناف وسال معه حكم النقد وبقى عنده تضرر عنده جوج سوايع في الفسحه وانا عندي غير سوايع على فكره الخوت اللي بفكروا في هذه المشرع تيقول لي انت بالي هاد بالي خصها تنعكس عليا نتمتع بها نحسها نلمسها تصور دابا انا بالي
انا بريء كتقول لي، ولكن اجي نشوفوا الامتيازات ديال البريء مع الليمودا النهائي، والليمودا النهائي خص تكون وضعيته داخل السجن اسوء من اللي بريء. سليمان عنده ساعه، الاخر عنده جوج سوايع. سليمان عنده تخلط الاكسان، هذا جزء من اشكالات عميقه وعميقه جدا. نتمنى ما نكونش طولت الاخوان. اذا باش نختصر لكم وما كاين تفاعل في القاعه، الجانب القانوني كاين اربعه كنقولوا دائما الخبره، اما خص تكون خبره، ما كاينش خبره علميه، خبره ديال كتبت شي حاجه على سليمان، ما كايناش شهود شافوا باش شهود ديالو بعدوا عليه، ما كايناش اعتراف ديال سليمان، ما كايناش محضر معينه، الشرطه انتقلوا مثلا الشرطه شافوا، اذا الاربعه وحتى الحوايج الاخرى كيبقى النقاش الاخر واللي هو في غايه الاهميه كذلك. هاد سليمان واش مع وهذاك اش كنقول هاد الفكره، واش بالضروره نتابعوا في حاله اعتقال؟ حنا سيدي نحترموا المشاكين ونحترموا كذا، لماذا الاصرار على اعتقاله؟ هذا هو اللي دوخني انا. واش الا خرج غيهرب؟ فوقاش كنعتقل واحد الشخص؟ لان قناه البراءه اصبحت مبدا دستوري في الدستور 2011، كنعتقلوا واحد الشخص ملي تيكون واحد الشخص اثناء التحقيق مثلا عيب شي عيب الدنيا مع عالم الجريمه. وتصور لا رخيتي غيخربق لي الجريمه، لا. أو لا رخيتو بحال مثلا كاين مثلا قاضي التحقيق يجيز لإدارة السجن، نعطيكم مثال، تتمنع واحد الشخص يتصل مع أسرته مرة كاع أثناء التحقيق، ما كيعطيوكش التليفون بالحبس، لحقاش أمر من قاضي التحقيق 622 أو 623 في القانون الإصلاح الجنائية، يجيز قاضي التحقيق كيدير مراسلة لمدير السجن تقول له هذا الشخص من عليه التليفون، لحقاش المكالمة راه يقدر يبدل معالم الجريمة مع التليفون، داكور؟ دونك هاد العملية ديال التحقيق واحد الفكرة أساسية كنت باغي نقولها وربما لا تذكرتها قبيلا كنت باغي نعاودها لكم. دونك يبدل معالم الجريمة، تيكون الشخص خطير، تصور واحد الشخص مثلا فين دار عنده سوابق وبالسنتين جاي درت الجريمة الأولى والثانية والثالثة فين عرفيوك، تيكون واحد الشخص فايت واحد المرة دار جريمة وعطيناه متابعة صراح وما جاش، إذا هذا فقدنا فيه الثقة، خرج على راسو، هذا خصو يتشد. ممكن يكون تربوس وكذا، تيكون واحد الشخص مثلا كيروع الامن العام، شي شخص بالله عليكم شنو كيدير سليمان؟ دابا انتم كلكم واش سليمان لا خرج يهرب؟ واش سليمان يقدر يهرب؟ إذا قالوا القضاء يجي ولا ما يجيش؟ إوا كيفاش واحد مغتصب ومزور وكذا كيمشي ويجي؟ هو واحد يعني صحافي وعنده بطاقة المهنة وعنده وضع اعتباري وعنده مرأة وعنده عنوان وعنده والدين وعنده أسرة وعنده كفالة، أش بغيتي؟ وخطورة شنو كيديروا بصراع مؤقت؟ تصور انت يا هو تصور واش واحد متهم هنا ويجيب انت 300 محامي كيترافع طورو طورو انه هو المادة الأولى والعهد الدولي للحقوق المدنية والدستور، تصور تلقى القضاء تلقى يتصنت القضاة، أنا عشتها 6 سوايع 10 سوايع المحامون كيترافعوا ويجيب لي 500 محامي، اش كيدير لك النيابة العامة في الآخر؟ تيقول له رئيس السيد الوكيل العام باش يجاوب لك تيدير له رفض طلب. هل هذا معقول الإخوان؟ انا محامي لابس بدله وكنهضر درت واحد الشهاد جبت لك الفصل كذا وجبت لك الدستور كذا درت مع درت تماله في اطار توازن قاعده التوازن كما تنقولوا قاعده التوازن الاشياء ولا توازن القوى من الناحيه الخلقيه القانون ما كيلزمكش دابا هو فين كيدير ما كايناش ما يلزم النيابه العامه تفصل ولكن من الناحيه الاخلاقيه والرمزيه تصور 200 محامي كتهضر هذا جاب فصل كذا هذا هضر بالعهد الدولي هذا كيقرا القران هذا جبد الاحاديث النبويه هذا تعصر هذا كشكوشه خرجت له وانت في الاخر غدير رفض طلب واخ لما كتنتصر للمحكمه في الاخر رفض طلب انا كقاضي ملي كندخل نداول تصور بحال ماش غنداول هذه وهذه كنقلب هذه وكنفلتري هذه دابا رفض الطلب شحال تفلتري فيها هذا عطاني الف باء جيم ديال فلتريت هذه سوقها خاوي هذه سوقها خاوي هذه سوقها واخ وهذه اش فلتريتي فيها؟ في عرف الطلب، باش عرفتي عامره ولا خالد؟ وقال عرف الطلب، واش فهمت يا اخوان؟ مع كل احتياط عرف الطلب صح، وخرج انت عرف الطلب صافي وكيتصل، تصور انا شحال طلب لي صراحه مؤقت وليا اكثر من هل يعقل 54 واحد؟ حتى واحد ما يستحق الصراحه، حتى واحد، حتى واحد وسط 54، عاد شكون نقولوا لا كل شيء عرف الطلب، عرف الطلب، عرف الطلب، عرف الطلب، عرف الطلب، عرف الطلب اش نقول لكم اخوتي واقسم لكم بايات الرحمن صدقوني كنهضر دابا وبالدم كيتعص لينا بلادي هذه وصحابكم انا كنهضر بالقضاء شكون فين عايش انا وفين كبرت ولادي وباقي نكبر صحابكم عايش من نهضروا في هذا الشيء كنا مع عندنا حل نهضروا في القضاء بهذه الطريقه وكاين قضاة العمر هضروا
هادشي مؤلم. ماشي انا راه في الطلب صراحه مؤقت يخرج يجي ومفرح وكذا، وعندنا حنا الماده 32 في الدستور المغربي تسهر الدوله على استقرار الاسره وتوفر الدوله الحمايه القانونيه والاجتماعيه للطفل. فين الطفل هذاك الوليد؟ يا ريتكم تشوفوا هاشم ابن سليمان. والله يا خوتي ما عمري شفت طفل تخلي قلب بحال داك الوليد. ها سليمان بحال سبحان استعمل هذا المصطلح بالدارجه، محطوط منصوب. كتقولوا محطوط منصوب، حنا كنقولوا في الغرب محطوط منصوب. يعني هاتي هاشم وانا كنبقى نشوف ديك العقوبه. هاشم طفل جا واحد السيد عندنا، جا واحد الضيف هاشم كيلعب شويه، هاشم تحت الطابله تخزن منه وكيقرا صوتي. هاتي هاشم بقيت كتجيك البكيه وليد صغير ورباه وكنقول فاس 32 توفروا الدولة الحماية. فين الحماية؟ فين المحروم من باه؟ واش عطاتي العيك بساوي؟ عرفتي ديك التعني قال الأب؟ عرفتي يوسف أنا ولدي من كان عنده تحب الناس ما عارفنش. ولد عندي عامين جالس أنا قدام الرئيس هكا ما شفتوش من الحراسة النظرية من الخميس الجمعة والسبت وشينا دوزنا خمس أيام. سمحوا لي راه كنخلط باش نعطيكم كلمة سليمان، راه ماشي باش نهضر على راسي، راه ديما دوك اللي كيبقاو يأولوا راه باش نوصل لكم صورة سليمان حيت واقع بحال واقع وليدو وليدي. دخلت بحال هكا أنا جالس كندير با 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 عندو عامين ولدي، وأنا وسط القفص والرئيس كيحاكمني والمرافعات على الأجدية، وأنا ما شفتوش خمس أيام معذبا. لا ما شفتوش الخميس الجمعة السبت لحد الاثنين، هي هذيك خمس أيام. قال لي با با وأنا ولدي عرفتي باش درت له والله ما وعيت. خطفته كتعرف شنو خطفته؟ بقيت كنبوس بلا شعور. واحد اللحظة كنت قاسي مع بنتي عندها سبع سنين، جات هي مسكينة قالت لي بابا علاش خديتو؟ قلت لها سيري علاش ما بغيتش نبان ضعيف قدام هو كيستنجد ولادو باغي يضحك. فهمتي ما حملتش. والقاضي قال تعرفوا ملي كندخل الزيارة أول وكيتفرق عليا وا بابا تعرفتي ملي كنمشي للحبس ونقولها لكم والله العظيم علاش كنقلب لي ما عمرو قهرني شي واحد أنا. فسليمان كنحس بنفسي حيت اليوم زاروا سليمان، اليوم هاشم شافو انا نحس بسليمان دابا. شي راه قاسي بزاف الاخوان، قاسي بزاف. كنت كنمشي كنقدم واحد ولدي عندي هنا في ودني ما كانش في الغرفه، كنقعد كيبكي وما كيبقاش نمشي حتى موظف، وملي كنحس بالباب كنمشي كنوصل كندير راسي قدام موظف لان ما خصنيش نبان ضعيف. ما الناس معاك كيسحبوا من غير بكيتي ولا كذا راك ضعيف زعما. حنا بشر صغر وليد صغير وتتحاربوا على وسائل الشفاش مع بعض وانت قاضي عندك ولادك وعندك باك وكتعشيه وكتعلق ولدك السيد الوكيل وهذاك ماله هذاك ماشي بنادم وعاجب لنا وسائل الشفاش. طمنا حنا المجتمع المغربي حنا نعاونوا بعدين. اعطيني وسائل الشفاش اتصل بداك الطفل اعطيني اعطيتي عام حنا نزيدوا عام اخر بصح ولكن قنعنا ماشي شي وحده تقول لي حق راه واحد اخر مغتصب ومزور شنو الفرق بين هذا وهذا؟ ما مغربي مغاربه حنا وحنا فاش واش حنا خايبين الخوت عقولوا لينا واش حنا خايبين؟ حنا مغاربة عندنا تربية عندنا أخلاق حنا مغاربة كنحنوا اجتماعيين زوينين كنبغوش الظلم بطبيعتنا كيما الشعوب بشرية بطبعها ما كتبغيش الظلم ويظلمك العدو ولكن يظلمك خوك بلادك مغربي سيد صحفي بطاقة عباد الله ولكن حنا نمشيو للحباسات وفي الأول نديرو جناوة ونمشيو في اتجاه العشرة والكوكايين والحشيش ياك باغي نعاد تخلطونا معنا طبعا ديرنا المينوطاج حنا كنمشيو نقراو الصحافه كنقراو كتيبات ونديرو الماستر ونحفيو عينينا بالقانون باش نعيشو اوضاع اعتباريه باش يبقى واحد مغتصب حاشاكم كذا تخلطنا مع اعتراك شي اوضاع نفسيه اثار نفسيه تلقاسك واحد قاتل ودافن انا راه كنت كتجيني الحمام واحد دافن ودوز السيمه على الاخر وكعايش فوق السيمه كيبقى يعاود لي كنبقى ندير واش ندير مع هذا هو كيعاودو لك تصور انا جرح نفسي كنسول هذا كيقول لي مشات الغابه واحد خينا يكون اغتصب شي 100 مرة اغتصب شي 100 مرة وكيعاود كيبقى يعاود لي الفسحة كنجمع معاه اقسم لكم بالله الاخوان كنبقى نقول خاطري واش كندير مع هذا مونتي هذا صافا كيخلطوك انت يا بحال دابا مواطن فيكم انا زوين وزال مربي قلتي فكرة لقيتي راسك معاه هذا انتقام ولا شنو دونك باش نختصر جانب انساني عنده ولد وهذا السيد عرفت الله حنا دولة واش هذاك عنده ولد وعنده مرته اكثر من هذا 48 يوم ديال 49 يوم كيضرب على الطعام ولا 50 ما كلاش وحنا الاسلام ودين الرحمه وعندنا في القران خير امه خرجت للناس وكنتفاهموا على النصارى وكنتفاهموا على اليهود وحنا الافضل حنا دين الرحمه واش هادو المسؤولين ديالنا ماشي مسلمين حاشا ما نبقاش نتشكوا في ديانتهم ولكن بغينا هذا الاثر لهذا التضخم في الخطاب نلمسوه في الارض ما بالنا حنا كنمشيو للحباسات
واش النصارى والصهاينه؟ انا باش ندير هاد الامثله حاش على بلادي، ولكن واش عندنا على الصحفيين الدول اللي كتقاتل؟ واش كاين صحفيين في الحبس؟ علاش؟ نقطة أخرى، هاجر الرسول، ياك النيابة العامة وما كتقول دارت كاين جريمة النيابة العامة وكاين حكم قضائي ابتدائي، وتحل المشكلة. إذا ما كنقولش نقولوا القضاء ولا احترام، كتحل مشاكل الناس. حنا سيدي ما كنقولوا، ما نقولش هاجر احترام بلوتو، ولكن عندنا حكم قضائي ابتدائي. واخا انا 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 موقفي كالمهداوي انزه رجاء، انا كنزهها، ولكن كنقولوا ديك الهضره مش فيها التوازن. يا كاين حكم، يا كاين النيابه العامه ديما كتقول ما حاضر الشرطه وقاطو كاين شهود وكاين، وهي خرجت هاجر خلينا بحالها تخرج مطلب ولا شي. كاين اذا كاين حلول. الناس اللي مسؤولين على راه كاين مسؤولين، راه كل واحد كيضغط من جهته، عندهم ما يضغطوا. كنجي كنقولها شنو الوضع مصلحه كذا. اذا أنا غنختم بهذا السؤال الجوهري، لمصلحة من هذا الاعتقال؟ غير غير نقتنعوا راه كاينه مصلحة في اعتقال سليمان، ما كاينش مصلحة. أنا عيت نفكر المجتمع، لما شنو هو القانون؟ شنو هي الدولة؟ الدولة هي الكيان القانوني للمجتمع، الدولة هذا واحد التعريف، الدولة هي الكيان القانوني للمجتمع، الشعب. إذا الدولة هي غير كتعبر على مصالح المجتمع، خدامة عندنا الدولة كاملة، ماشي عندنا، الدول العالم كله. الدولة ما كتقومش بلا شعب وبلا أرض، عناصر الدولة كاين الشعب والسلطة والأرض. واش كتصوروا شي دولة؟ يمكن يكون شعب بدون دولة، ولكن غيكون شعب فيه الفوضى طبعا، ولكن ما تصورش تكون عندك دولة بلا شعب. فالشعب حنا عندنا من قيم عبوس الشعب عزيز. واش غنعيشوا بلا صحافة؟ بلا حقوق الإنسان الإخوان؟ حنا غنخدموا غنواجهوا الجزائر وإسبانيا وألمانيا مزيان، حنا معاكم. ولكن دابا الخطير في المغرب اللي كاين اليوم هو غنبنيو دولة بلا ما تفهم عليا انت وبلا ما تعطي رايك انت. سمعتش كنقول لك؟ هبط هبط. غدا كاين البرلمان والتقيس الانتخابي، هبط انت وهبط انت. انا سمعنا اشياء مرعبه. طبعا يقول لك الدليل، ولكن راس هبط انت وهبط انت. راه كاين بي جي ديت مع نوليو كنتحركوا فهمك، نوليو حنا معاك. بلادنا كنا كنفتخروا قدام الجيري ودرنا هيئه الانصاف ودرنا التقرير الخمسينيه وخصمنا الامازيغيه وخصمنا القضاء وهللنا وجبنا الحكومه التلاوه التقليديه اللي تقاتل الاتحاديه كامل وقلنا لا باس وشويه دزنا الاسلاميين وقلنا كذا وراهنا وفتحنا اوراش وفتحنا جروح وفتحنا تازمامات وفتحنا دير مولاي الشريف وخلينا الصدر وتعبر وغاروا منا جيراننا وغاروا منا وغاروا منا واليوم يرجعونا ما رضاوش دي بلادنا شي ديروا بالعقل. كنغير انا نبغي نكون احسن من الجزائريين والصباليين، من تهضر يقول لك لا انت قالوا السير لا قيامه لدوله بدون صحافه بدون. فانا كنقول باش نختم، لا مصلحه شي واحد لان سليمان بقى الحبس، سليمان ما كانوا طالعين برا يتابع سليمان، ما عندناش مشكل، شكا به واحد السيد يتابع. ولكن الوضع انتم كتشوفوا الوضع كي داير في البلاد، لا برا لا داخل. جوج ملي كنقولوا القيادة القانونية الدولة كتعرف، عطيوني شي مغربي باغي سليمان يبقى في الحبس، عندنا 40 مليون دير استفتاء، والله ما تلقى غير شي نقولوا علاش. هذا رايي الشخصي. الناس واخا تيسالتو مش يقول الناس 47 يوم. ايوا الدوله خاصها تسمع النبض المجتمع، هذه هي الدول كتصمتو. الدوله هي كتعكس. يمكنش الدوله تمشي هكا والشعب غادي هكا، الشعب كيطلب شيء واللي فائده من؟ فرعفة بهذ البلاد. حنا الهدف ديالنا هو نخرج سليمان اليوم. بغينا حتى شي حاجه. سليمان راه ولدنا وامانه في عنقنا كاملين. وراه كلشي مسؤول عليه، حتى اللي صحابكم على القضاء، حتى حنا يمكننا نعبروا بطرق حضاريه وجدي كتمنى الدستور. راه مع كامل الاسف الخوف استبد بينا والانانيه، واخا هاد الهضره ما كتجيش لبعض. واش عباد الله انا غنمشي عند عائله سليمان وغنتصور انا ونفرح سليمان وخلود وغتجي انت ساكن في قرطه خلني عاوتاني نقول المهداوي وتحاسبني على موقف سياسي. انا دخلت الفرحه لواحد الناس ديما ريت سياره عطلت مهام خلي مواقفي انا وكذا، راه حتى اشكال ماشي غادي الدوله، راه حتى الاخرين اخوك يهرسك خصك تكون تنغمو قول ان هذا راه قول هذاك الشجره خضراء. لا 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 واخا لا لا خضراء ما قلتيش خضراء يكفر كيهرسك. راه بعض المرات وقسما بالله انا راه كرهوك، راه ما نبقاوش نقول عاوتاني على الاخرين تبع التطرف. انا نمشي لك عاد سليمان ونفرح لولده، انا غنجبد لك سليمان ونجبد لك عمر ونجبد لك هذا الملف ديال الخايب. عاشوا على حاله التكميل فات ودخلت فرحه الاسره رابحه انت معايا. واش بغيتي نكون نجي نقول لك سليمان ونجي نرد ضد سليمان بقى شهر الامين باش تقول لي ديك السيد انت وصافي كهضر لك على سليمان على عمر على على الزبزابي كهضر لك. اش بغيتي مني اكثر؟ وهاد الملفات سهله عاد على وهضر على سليمان
صحفي معروف دولي والمغاربه بزاف تيبغيوك وتجي السلم هذا وتبقى تقول سليمان وسعيد ايتوا شرا زعما شكون كنقيس هنا دابا 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 انا اللي كنهضر على سليمان شكون كنقيس تيجيو دوك الفهيميه المتطرفين خصك تنغمو في عجب الله ما بغاش ندخل في التفاصيل راه عندنا ازمه عميقه ولكن ما بغاش ندخل بزاف لان هذا ماشي هو الهدف حنا اليوم بغينا نلقاو الحل ولكن بغيتكم رجاء انا المغاربه الا ما كنت بغيت انا كنتيق خص يكون العقل راه حتى كاينه الامكانيات عندنا دستوريه خصنا نستغلوها راه حتى الخوف خرج علينا الخوف راه اكبر شوفوا خذوا مني هذه المعلومه شي اكبر عدو الانسان هو الخوف شي الشر والصراع تما علاش الانسان كيعادي علاش عبوزه كدابز مع مطرش راه الخوف من كيخاف كيخاف من المصالح اللي كيخاف على شي حاجه كيولي شرير الخوف هو اصل الشر ملي كيجي الشر من الخوف شي خواف خواف عيضرب هذا واحد خينا غيدير لي بلاصتي الخوف كيخليه يدير الدسائس باش يجري عليه هذا اللي كتب عليا عطيني من الكرسي الخوف هاد العجوزه كيبان ليها هاد خيت هادي غديري ولدي الخوف المراه عاود ثاني هاد الخوف شي الخوف هو عدو الانسان الخوف ينتج الشر اصل الشر هو الخوف حنا الخوف دلعبينا فخلق من عندنا الحزازات وعاطين البطن خاصنا نحاربوا الخوف وعندنا الامكانيات الدستوريه والله نعرفوا نستغلوها حتى مع الدوله والله تمشي مزيان كاين الخوف وكاين التحويل وكاين شكرا لكم ورا لقيت شي ولاد الزوار